الاسم ديالي عبد الرزاق، الزوجة ديالي سلمى. عندنا واحد الحالة إنسانية ديال واحد جوج ديال البنيات، وحدة سميتها كوثر عندها 6 سنوات، والصغيرة جنات عندها 2 سنين. المشكل ديالهم اللي عندهم البنية كوثر عندها واحد المرض اللي هو نقدر نقول لكم غريب، يعني ما تتحسش بالآلام ديالها، ما تتحسش باللحم ديالها، تاكل لحمها، تاكل صباع يديها، تاكل اللسان ديالها، تمشي بصباع على عينيها، فهمتي؟ واحد الاحساس اللي ما تتحش به. ودابا مريضه، دابا هي عندها 6 سنين، دابا ما كتقدرش توقف على رجليها، ما تتقدرش تتكلم، باقا ما تتواصل معنا، ما تقول لا بابا لا ماما لا والو. الوسيله الوحيده اللي كتواصل معنا بها هي البكاء، هو اللي كتعبر به على الشعور ديالها وعلى الالم ديالها. من بعد المعاناة ديالها تات عندنا واحد البنية من بعد جن كوثر، هي عندها تاهي عندها 2 سنين، حتى هي حملت نفس الأعراض، يعني نفس الآلام، نفس الإحساس، نفس السنان ديالهم كاع حيدناهم ليهم، فهمتي؟ وبالخصوص هذيك كوثر، دابا راني كنت سكنت في الدار البيضاء، كريت صيفط الراميد وصيفط لاكارت ديالي ديال الزوجة ديالي، فهمتي؟ ولكن لقيت مشاكل مع الناس، مع السكان. تخيل معايا اخويا، تقريبا فوق 20 مره وانا كنتحول. علاش كنتحول؟ الناس اللي ساكنين معايا تشكاو مني بزاف، امور الدار ولا مضطر يجري عليا، كيقول لك اودي جريتي لي على الناس، ما تحملوش البكا ديالهم، الصداع ديالهم. واحد تيجي يقول لك انايا ما نعش، واحد يلاه داخل مع 6 الصباح، امور الدار ولا تيشكي مني بزاف، الناس راه ولا مابقاش قادرين ينعسوا هنايا. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير اخويا. تبكي بزاف، ما واخا تكون هي شبعانه، واخا صافي تبكي وصافي، فهمتي؟ المراه ديالي ولات مريضه، ولات معصبه، فهمتي؟ بالخصوص ملي تزادت عندنا البنيه هي نفس المعاناه، عاد زادت تازمت، فهمتي؟ والغريب في الامر هو دابا دركا لقينا مشاكل. دابا دركا انا جيت من الدار البيضاء، ولكن رجعت نفس المعاناه. كنت سكنت في الدار البيضاء، قلت غير باش ما نبقاش نمشي ونجي، فهمتي؟ حيت الترونسبور بعيد، باش غتمشي وتجي بعيد عليا الحال، فهمتي؟ هادشي علاش سكنت في الدار البيضاء، درت راميد، درت ليكار ناسيونال، ولكن الساكن اللي فين لقيت المشكل. سخسخنا بزاف، خبات في الزنقه ومسخسخين. كانت انا نكون حدا السبيطار قريبه باش ندير لهم الترويد وباش نتبع عليهم، صعيب عليا الحال، ما نقدرش نمشي في الكار في الموطور تكرفصو. المرض ديالهم صعيب، وعدا عندها 6 سنين، كوثر 6 سنين وجنات عامين. ملي تزاد داك المرض خلق معاهم، حنا في الاول ما عرفناش، حتى فاش بداو كيكبرونا ودات سنان كوثر بدات كتاكل لحمها. كنجيو نبحكو كتاكل لحم مزال قطعاته، وانا كنجيو معاها فاش هذاك المرض كنبقى غير حاضي، وكي كنمشي على الطبيبه كندير الدار البيضاء كنقولها كيفاش بدات كتاكل لحمها. من بعد عاد قال لي هاد المرض كاين وما كيحسوش، ما كيحسش، ولات كتصيفطني كنمشي نحيدو لها سنانها في كليه الطب الاسنان. صافي بقى بحال هكاك بحال هكاك. ملي درنا عاود مشينا سكننا تما، سكننا في الدار البيضاء باش نقربو علينا الطريق شويه، هي كتغوت ما كتسكتش، كتبات تغوت ليل ونهار، ما كتنعش، ما عيو يخرجوا لها اي دواء، ما حتى دواء ما قدا فيها باش ينعسها. دابا عينها خرجت على نتاعي، عينها تا واحد ما وركت عليها دخلتها، عينها وما تا ما مرضتهم، ما كتقدر الا حيت لها اللي قالت من يديات، قدرت جبد عينها تحيدهم، ما كتعرف حيلها غير كتلعب. ملي سكننا مع الناس ما كتقبلوش داك البكا ديالهم، حنا كرينا بيت باش نقربوا علينا الطريق، ما تقبلوش البكا، صافي كيبقاو يتشكاو، كيجيو غير تقول لك بنتك ما كتخليناش تنعس، فلواش صافي. حتى انا مرضت، انا ما كيجي ما حيلتي ليها، هي كتغوت ما حيلتي الناس، كيطلع ملي تغوت كيجيوني الناس اللي كاري عندهم ديما، شحال من مره بغى يضربوني، كاع ولد جاني واحد المره بغى يضربني بطونوبيته، قال لي بنتك خاصك تحاولي من هنا، وتحاولنا شحال من مره، ومني شنا داكشي تاع جينا بحالنا، جينا للدوار، ولكن معاناه كثيره باش كنبغيو نشدي مع الطبيب.
قاعد تحبس لي الترويد ما بقيتش كندير لي الترويد. بنية جنات اللي عندها سنتين خرجت لها واحد الحبوبه في الراس، واحد الحبوبه ديك الحبوبه دينا 4 مرات هنايا في مستشفى سيدي بنور والو ما خرجت لينا الدواء 4 ديال المرات وما بغاش ديك الحبوبه صبره. من بعد عمرت لينا قالت لك ضروري خصها تشوف الطبيب ديال الجلد ملي مشينا للجديده مشيت حيت ما كان الوقت المركوب غالي فهمتي باش غادي خاصك كورسه باش غتمشي وتجي فهمتي. ما خدامش انا دابا دروك انا من بدات هاد الجائحه وانا بارد ما خدامش. والمشكل في الامر هو دابا من زادوا طبقوا هاد القانون ديال البيرميل انا ما عنديش البيرميل فهمتي باش نصوب تريبورتور فهمتي. دابا انا من بدات هاد الجائحه وانا مريح ما خدامش فهمتي. نهار تجيب 50 درهم ونهار ما تجيبش ديك 50 درهم ما كافياش هاد البنيات حتى في داك الحليب وفليكوش فهمتي. الحمد لله ما كافيهمش شي مرات شي حاجه تنوصلها وشي حاجه ما تنوصلوهاش فهمت. ما يعني الحمد لله باش نقول لك ملي دينا البنيه هذيك جنات ملي نعسناها 5 ايام نعست بها المراه بقات هي جالسه معها بقيت انا جالس هنا مع الوليدات فهمت. بقيت جالس مع الوليدات من كان الاب دور الاب والاب دور الام فهمت. خصوصا مع هذيك البنيه اللي بقات عندي مريضه والوليدات الاخرين فهمت. حيت انا الوحيد اللي هنايا بقيت مقابل فهمت. من بعد ملي ما داروا معنا حتى شي حاجه رجعنا جينا هنايا ملي عيدنا رجعت مشيت ديت للدار بيد هذيك الحبوبه ما بغاش تبرع لها فهمت. ديت للطريبورتور الطريبورتور خويا ما عندوش لاسورانس مشيت بغيت نخلص لاسورانس ما بغاش يخلصوها عليا قالوا لي خصك بيرمي. بيرمي انا ما عنديش فلوس بيرمي ما والو. من بدات الجائحه وانا غير مريح كيف قلت لك كتجيب 50 درهم نهار ما تنجيبش كاين نهار ما تنجيبش حتى فلوس ليسانس لان الوقت ازمه الوقت عيانة فهمتي مع الأزمة مريح. من ديك الحبوبة ما فهمتي ما بغاش تبرا لها قلنا شنو غنديرو غادي نديو للدار البيضاء واخا المعاناة كثيرة ديال الطريق. تخيل هذيك البنية دابا درك الظهر ديالها كله زرق من هنايا ما مديوها في كروسة حيت ما تقدرش تشدها قدامك حيت إلا شديتها قدامك تتبقى تلعب فهمتي ما تقدرش حيت تكرفسنا من قبل في الطوب هذاك في الكار وفي الطاكسي وداكشي كاينه مشاكل كثيره. الحاجه الوحيده اللي صدت فيها الراحه ديالي انا هي الموطور هي التريبورتور هو اللي وفر علينا شويه ديال العناء فهمتي. واخا كاين الطريق بعيده 240 كيلومتر 240 كيلومتر او ترجع ولكن كوميم الحمد لله لقينا شويه الراحه فهمتي. تترفد المستلزمات ديال البنيات كاملين فهمتي اللي غادي يحتاجهم حتى من الفراش ديالنا دينا الماء ديالنا باش نطيبوا من ناكلوا دينا معنا في التريبورتور باش غنطيب بلا بغيت ما ناكل والبنيات حتى هما كذلك ضروري خصهم شي حاجه اللي ياكلوا كنديت معايا كلشي ديت معايا البوطه ديت معايا المسائل ديال الطياب كلهم. غامرت خويا شديت الطريق ومشيت ملي كنوصل للبراج كنحوط عليه حيت ما عنديش باش غنواجههم ما عنديش القانون انا ما دايرش القانون باش غنواجههم. هذا هو الشيء الوحيد اللي كيخليني ملي كنوصل للبراج كنتبرم عليهم بمشاقة النفس. تخيل خويا رحله من سيدي بنور للدار البيضاء 7 السوايع واخا نكون غادي غير 10 كيلومتر في الساعة ما وصلت حتى تكرفس انا تكرفسوا البنيات فهمت ولا في واحد الحالة لا يرتى لها يعني مشاكل كثيرة. منين مشيت لقيت مشاكل مشيت خليت فين قلبت على بيت بغيت غير بيت مشيت هبطت الكراج علا وقلبت في الفندق بغيت نكري غير بيت فين نستقر فيه انا وبنياتي. حتى رايتها من الصباح نمشي للمستشفى ما لقيتش لقيت مشاكل حتى لوحدة الليل وانا تنقلب حتى لوحدة الليل